فيديو النهاردة بإذن الله هو المحاضرة رقم 12 رينال. هنتكلم النهاردة على موضوع مهم جدا في السيولوجي ومهم في حياتنا العامة لما تبقى دكتور بطنة أو دكتور رعاية مركزة. موضوع اسمه أسيد بيز بالانس. أسيد بيز بالانس من اسمه هو التوازن بين الحمض والقاعدة، بمعنى الأسيد لو زاد ده هيأثر على البي اتش اللي قلناها قبل كده في فيديوهات البلد. طب ازاي نقدر نرجع البي اتش للطبيعي، نزوده للطبيعي؟ والعكس صحيح، اذا زاد البيز انا عاوز اقلل البي اتش باك تو نورمال. في كفة ميزان زي ما انتوا شايفين دلوقتي في اول سلايد عندنا في الباوربوينت. في البداية عايزين نعرف what is pH اللي بنتكلم عليها. pH معناها potential of hydrogen ion، قوة ايون الهيدروجين. عايز اقولك معلومة ان في علاقة عكسية بين الهيدروجين ايون والـ pH. لو زاد الهيدروجين ايون هيبقى فيه الاسيد عالي فالـ pH هتقل، والعكس صحيح، اذا قل الهيدروجين ايون معناه ان الاسيد نسبته قلت، يعني البيز اصبح اعلى نسبيا فالـ pH هتزيد. خلي بالك ان العلاقة بين الهيدروجين والـ pH معادلة هنحتاجها النهاردة في فهم الأسيد بيز. الـ pH يساوي لوج واحد على هيدروجين أيون، لوجاريتم اللي كنا بنستخدمه زمان في المدرسة. طب ليه هنحتاج للوج؟ بنحتاج للوج لما يكون في رقم كبير قوي وعاوزين نصغره. هقول لك الهيدروجين ايون كتركيز في الاكسترا سيلولار فلويد يساوي رقم صغير جدا، يعني اقوله لك 40 نانو جرام. 40 نانو جرام او نانو اكويفالنت بير لتر. ال 40 نانو اكويفالنت يساوي 4 تايمز 10 to the power negative 4 ملي equivalent per liter، يعني 4 على 10,000. ده خلي بالك ملي equivalent. طيب ال 40 نانو equivalent ده يمثل كام؟ يمثل 4 على 10 to the power 8، يعني معناها 4 على 100 مليون. شوف قد ايه صغير جدا الهيدروجين ايون كونسنتريشن. طيب الارقام دي انت بتعرفها مجرد قراءة، ولكن اللي هيهمني النهاردة ازاي عملنا معادلة الاسيد بيز بالانس. بس في البداية لازم نعمل مقدمة. البي اتش سكيل، بص معايا بقى على المستطيل ده بالألوان. النورمال بي اتش 7.4، ده العادي الارتيريال بلد. لأنك لو بتتكلم على فينوس بي اتش الرقم ده يقل 7.35. طب ليه البي اتش في الفينوس بقى قليل؟ لأن في ميتابولايتس وأسيدز زيادة ناتجة هي اللي قللت لي البي اتش. طيب النورمال اهو، طب لو اقل من 7.35 شايف المربع الاحمر اسيدوزس. وخلي بالك ان الهيدروجين ايون كل ما يزيد ليه اثار خطيرة هنشرحها دلوقتي. لا تتحمل ان البي اتش يقل ل 6.8، النهاية الوفاة، وهنعرف ليه.
طيب ال pH لو زاد عن 7.4 الكالوزس، اوزس معناها الزيادة، الكالي بيزيد اخرك لغاية 8 ثم تموت. يعني الدس من لو 6.8 pH او ال pH يساوي 8. طيب ايه هي الاثار الخطيرة للـ pH؟ الـ importance ان انا ادرس النهاردة acid base balance. هقول معلومة اخدناها مع الـ central nervous system، لو زاد الهيدروجين ايون extra cellular هيجمع الـ positive charges بتاعته على الـ outer surface. كلنا عارفين membrane during rest عليه positive charge، طب انا هزود البوزيتيف تشارج من بره، يبقى هعمل هايبر بولاريزيشن زي ما قلت قبل كده في فيديوهات النيرف، وبالتالي هنبعد عن الفايرنج ليفل ويقل الاكسايتابيليتي، وده معناه ان نقل الكهرباء عن طريق الساينابس هيقل، تدخل في غيبوبة، يعني الأسيدوزس يؤدي إلى كوما. عايزين نركب الكلام مع بعض. لما شرحنا ديابيتس مرض السكر قلنا إن في ميتابوليك أسيدوزس يؤدي إلى غيبوبة، من أشهر الغيبوبات في الطب غيبوبة سكر، يبقى دي أول نقطة. طب العكس، لو الـ pH زاد الكالوزس هيدروجين ايون ال، تقول يبقى العكس اكسايتابيليتي اصبحت اعلى، في نشاط عالي في المخ يؤدي الى تشنجات كونفولجنس. وعشان كده دايما بنقول اللي عنده صرع ايبيليبسي عنده الكونفولجنس ده، عنده الكالوزس. شوف خطورة ان الـ pH يزيد او يقل. النقطة التانية، الـ pH بيأثر على الانزيماتيك اكتيفيتي، بس قبل ما اقولك بيأثر ازاي بص معايا على الرسمة دي اهي، ده الدندرايتس، وادي ادي الكهرباء جت ومشت في السيل بادي والاكسون وزودت الاكسايتابيليتي او الاكسايتابيليتي قلت. طيب نيجي بقى تأثيره على الإنزيمز، الـ pH لو اتغير يأثر على شكل الإنزيم. كلنا عارفين إن الإنزيم بيمسك في السبستريت المادة الخام علشان ينشطه، لا ما بقتش عارف أمسك في السبستريت كويس، يا إما السبستريت ما بيبقاش فيت فيا ما بيركبش عليا تمام، او بيجي عليا بزياده، يا ما يركبش خالص يا اما بيمسك فيا جامد، في الحالتين انا مش قادر اتصرف، الانزيم اصبح غير وظيفي وغير فعال. النقطه الثالثه، لو البي اتش قل زي ما اتفقنا اسيدوزس، تعالى افكرك في فيديوهات الرينال السابقه، قلنا ان الهيدروجين ايون يتنافس مع البوتاسيوم، مين فيهم يبقى سكريتد اكتر من التاني؟ الكلام ده احنا قلناه، لو زاد الهيدروجين ايون في الدم اسيدوزس هو اولى انه يبقى سكريتد الاول. بص معايا، هيدروجين بره وبوتاسيوم جوه السل، هيدروجين زاد انا عاوز ادخله اهو، ادي الفكره، ادي الاتش بلس يعمل ايه؟ يدخل، وفي المقابل البوتاسيوم هيخرج، وده حصل مع اسيدوزس، فمع الاسيدوزس هيعلى البوتاسيوم في الدم، ما اقدرش اتخلص منك يا بوتاسيوم وارميك في اليومين، فحدث هايبر كاليميا. نيجي لنقطة تانية، ايه علاقة البوتاسيوم والهيدروجين بالصوديوم؟
تقول لي لغايه دلوقتي الكلام قلناه قبل كده بس بنوضحه بالرسم. بص معايا اللي حصل. الصوديوم بيتحرك في المقابل، طب هندخل مين مكانه الى السل؟ الهيدروجين دخل، والبوتاسيوم قلنا له لا خليك بره، ما ينفعش تدخل جوه اليومن لان تركيز الهيدروجين عندك هو اعلى وبالتالي هنتخلص منه. طيب نيجي للنقطة الاهم، فايدة الاسيد بيز بالانس هو ثبات تركيز الهيدروجين ان بودي فلويدز. يعني بعد ما استعرضت معاكم مشاكل البي اتش يزيد او يقل، انا عايز مينتننس، عايز الهيدروجين لا يزيد ولا يقل، ده في صالح النورمال فانكشن اوف سيلز. في معلومه مهمه، لو زاد الهيدروجين ايون بيأثر في الاكسايتيشن كونتراكشن كابلينج لعضله القلب، ده هيبوظ الريسبيراتوري تشين اوكسيديتيف انزيمز، عشان كده لازم احافظ على ثباتك. طيب نيجي دلوقتي نتكلم على ارقام نعمل عليها فوكس. نورمال هيدروجين كونسنتريشن طبعا احنا لسه قايلينها 4/10,000. بص عندي ايه كذا زيرو، ملي اكويفالنت بير لتر. It is expressed as pH يتناسب مع log 1 على هيدروجين آيون. هنا بقى عملت لكم جراف يبين الفكرة. الهيدروجين آيون لما بيزيد ده معناها ان ال pH قليل. بص ال H بلس فوق بالنانوميتر او نانو مول بير لتر هتلاقيه عالي، بص 6.8، طبعا ده ممكن يؤدي الى الوفاة. طب هنا الهيدروجين ايون قلت قوي فتعمل كرامس او الكالوزس. الكلام اللي احنا لسه قايلينه وضحناه بالجراف. لا ده هنقول حاجة كمان مهمة جدا، ان كل يونت تغير في البي اتش معناها 10 مرات تغير في الهيدروجين ايون. خلي بالك النورمال اهو، ادي الهيدروجين ايون الطبيعيه 40 نانو مول اهي بير لتر. بص معايا قصادها البي اتش 7.4. طيب ده الاساس. ونرجع تاني ونقول لك ادي كفه الميزان النورمال 7.35 الى 7.45. طب هتقول لي ايه الناحيتين دول؟ الدوائر الحمراء بتعبر لك عن زياده HCO3 اللي هو البايكربونيت. البايكربونيت ده الكالي، فلما يزيد يبقى الكالوزس. طب ولو زاد H2CO3 اللي هو كربونيك اسيد يبقى اسيدوزس. هتقول لي طب دكتور انت ليه ركزت على كربونيك اسيد وباي كربونيت؟ لان احنا النهاردة هنتكلم عن البفر، كيف نواجه زيادة الهيدروجين ايون بتلات اسلحة، سلاح منهم اسمه بفر هنشرحه بالتفاصيل. طيب نقول النقطة التانية اللي تهمني النهاردة، ان انا المحك عندي 7.4 لو قل اسيدوزس ولو زاد هو الكالوزس. طيب احنا اتكلمنا على الكلام ده والمشاكل بتاعتها، عايزين نتكلم عن معادلة البي اتش. من هنا ورايح هتكلم عن بايو كيمستري. فيديو النهاردة جزء كبير منه بايو. معادلة البي اتش اكتشفها 2 ألمان، هندرسون وهاسلباخ، هندرسون هاسلباخ إكويشن. طبعا قبل ما اقول لك المعادله في صورتها النهائيه، احنا عايزين نستنتج اولا المعلومات اللي احنا عارفينها ونمشي مع بعض خطوه خطوه. علشان كده انا هبين لك البي اتش تساوي ايه بعد كذا سلايد.
البداية، هيدروجين أيون لو زاد يحصل إيه في الكربونيك أسيد؟ تقول لي الكربونيك أسيد لازم يزيد، وبالعكس الـ HCO3 لازم يقل اللي هو الألكالين باي كربونيت. طبعا الاتنين دول مقسومين على بعض، لو زاد الـ H بلس هيزيد الأسيد ويقل البيز. عشان كده أول حاجة عندنا في القانون في إثباته، هيدروجين آيون is directly proportional with the ratio. دي أول حاجة. طيب السؤال المهم، أنت عاوز دلوقتي معادلة هيدروجين آيون ولا pH؟ تقول أنا عايز الـ pH. طيب إيه علاقة الـ pH بالهيدروجين آيون؟ تقول لي الـ pH يساوي 1 على log الهيدروجين آيون، يبقى إذن لازم أضرب طرفي المعادلة في نيجاتيف لوج هيدروجين. بص هضرب هنا في نيجاتيف لوج ويتناسب مع نيجاتيف لوج الريشو. انت عايز بي اتش، يبقى لازم تقول لي ايه علاقة الاتش بلس بي؟ ضربنا في نيجاتيف لوج. طب ليه ضربت في نيجاتيف لوج؟ لان انا عايز اوصل للعكس. خلي بالك الـ pH هو عكس الهيدروجين آيون، لو زاد الهيدروجين يقل الـ pH والعكس صحيح. طب ضربت كله في قيمة واحدة. طب وبعدين نيجي للنقطة التالتة في إثبات القانون، نيجاتيف لوج هيدروجين يساوي pH. هتقول لي ماشي، طب ودايركت بروبورشنال لازم نفكها بقيمة ثابتة زي ما تعلمنا زمان في المدرسة. القيمة الثابتة اسمها PK. بما ان اللي اكتشف المعادلة كان واحد ألماني فعملها بلغته. constant بالإنجليش تبتدي بحرف السي، constant بالألماني لا K، فقال لنا هي PK. للي ذاكر او دارس الماني عارف الكلام ده. طيب الكي يساوي constant of dissociation، ثابت التفكك. طيب هتقول لي طيب بس في نقطه، كان مفروض في نيجاتيف لوج الكربونيك اسيد على الباي كربونيت، اسيد على سولت. فجي هندرسون قال انا هحول النيجاتيف لبوزيتيف. قلنا له يعني انت هتغير السيجنال؟ قال اه هغير السيجنال، ولما غيرها اقلب الريشيو، بدل ما كان فوق اسيد وتحت بيز، لا فوق هيبقى بيز الكالاين باي كربونيت وتحت هيبقى اسيد HCO3 على H2CO3. ارجع افكرك مرة تانية اهي، نيجاتيف لوج ونيجاتيف لوج، اسيد على سولت. اجي بعد كده قلبت الريشو، هتقول انا معاك كده قلبنا الريشو، ده الشكل النهائي لمعادلة الهندرسون هاسلباخ، بي اتش ايكوال بي كي بلس لوج سولت على اسيد. طب سؤال طلبة كتير، هو احنا يا دكتور مطالبين باثبات هندرسون هاسلباخ ايكويشن؟ لا. طب ليه حضرتك بتقولها؟ علشان تفهم احنا جبناها ازاي، وحسبت لك ازاي البي اتش 7.4. خلي بالك المعادله دي هتفرق معانا جدا في الفيديو رقم 13 في الرينال. طب نكمل كلام، لما سألنا دكاترة البايو الكربونيك أسيد ده نقدر نقيسه بسهولة؟ قالوا لا، ده بيتفكك بسرعة جدا لكربون دايوكسيد بلس ووتر. قلنا طب خلاص، طب تيجي نقيس البراشر اوف كربون دايوكسيد ان ارتيريال بلد؟ خلي بالك انا بقول ارتيريال بلد دي ليه؟ لان البي اتش بتاعته ثابته، لكن الفينس متغيره
حسب نشاط التيشو. لو تيشو شغال جامد يطلع اسيد عالي بي اتش تقل، شغال اقل فاسيد اقل بي اتش تعلى شوي. طيب عشان كده تعالوا نستنتج مع بعض اهي، بدل ما اقول تحت كربونيك اسيد عبرت عنها ببريشر اوف سي او 2. طيب نرجع للي قلناه السنه اللي فاتت، السي او 2 سوليبل طبعا، في جزء منه فيزيكال سي او 2 دايب حر مش ماسك في حاجه. يبقى لما تيجي تتكلم على سي او 2 بريشر بكام لازم تضربه في السوليوبيليتي بتاعته، ذوبانه اللي هو 3 من 100. طيب السؤال بقى، هو السي او 2 بريشر في الارتيريال بلاد كان كام؟ تقول لي انا فاكرها من ريسبيريشن 40 ملليمتر مركري تايمز 3 من 100. طب واللي فوق البايكربونيت ال HCO3 يتراوح من 22 الى 26 ملي اكويفالنت بير لتر، الافرج بتاعه 24. على فكرة البايكارب ده تلاقيه في المراجع لرنجات مختلفة، كتب تقولك 22 ل26، كتاب يقولك 24 ل28، المهم الافرج بتاعه 24. فبقى عندي 24 فوق على 40 تايمز 0.03. طبعا لو ضربت المقام او الدينومينيتور يطلع لي 1.2. طب يعني ايه؟ يعني الريشيو دي تساوي كام؟ هنطلع البوينت لفوق او الزيرو يعني لوج 20. يعني البي اتش يساوي بي كي ثابت التفكك زائد لوغاريتم 20. لو معاك كالكوليتر لوج 20 يساوي 1.3. الله ده 1.3. طيب والثابت of الديسوشيشن يساوي 6.1. لو جمعت البي كي بتاع الباي كربونيت كبفر زائد اللوج الريشو بتاعه يطلع لي 7.4. يعني اذا احنا حسبنا بالطريقة دي. فطالب هيسأل سؤال، هو احنا عندنا المنظم الوحيد للبي اتش باي كربونيت بفر؟ اقول لك لا، انت عندك كذا منظم. احنا لسه بنقول افكار مبدئية قبل ما ندخل في التفاصيل، تفاصيل كتيرة. ده اثبات للبي اتش، اي بفر عندنا ليه بي كي لثابت ديسوشيشن يختلف عن الاخر، ده مهم جدا تكون انت عارفه. طيب سؤال بقى الطلبة الان، انا استفدت ايه من الكلام ده؟ يعني انا هبقى دكتور بطنة، ايه اللي انا استفدته من معادلة البي اتش؟ اقولك الريشيو دي هي اللي بتتغير، البي كي ثابت. يعني طالب يقول لي زي ايه؟ هقولك البي كي ده 6.1، ده لو بنتكلم على باي كربونيت. طيب الريشيو لازم تطلع 1.3. طب تعالى نفترض فرض اني زاد الكربونيك اسيد، المقام زاد، اللي تحت هو اللي زاد، تقول لي خلاص الريشيو هتقل، مش هتطلع 1.3. يعني اذا ما دام ده قل وهيتجمع مع ثابت 6.1 يعني البي اتش في النهايه اقل من 7.4 اسيدوزس. والعكس صحيح، لو زاد ال HCO3 الباي كربونيت يبقى الريشيو زادت، هجمعها على الثابت 6.1 يعني بقت اعلى من 7.4 تبقى الكالوز. دورنا في الفيديو اللي جاي نقولك ازاي قدرنا نعوض ده، بمعنى منتهى البساطة لو انت زودت الاسيد تحت يبقى مفروض البيز
يزيد ولا يقل؟ علشان الريشيو تبقى ثابته. طالب قال لي طبعا لازم يزيد، اتعلمنا في المدرسه زمان كده، لما انت بتزود احد الطرفين التاني لازم يبقى زيه، تقلل طرف من الاطراف التاني يقل بنفس القيمه زيه، علشان الريشيو تبقى ثابته. ده الكلام اللي انا عايز اقوله. عشان كده قلت لك لما الريشيو تزيد البي اتش تزيد، والبي اتش تزيد عندك احتمالين، يا اما الكربونيك اسيد قل او البايكارب اللي زاد. وانا لسه قايل لك ان الكربونيك اسيد صعب يتقاس، بيتفكك بسرعه، يبقى اذا مين الرمز اللي يعبر عنه؟ CO2 pressure، يبقى البي سي او 2 هو اللي قل. والعكس صحيح، اذا النسبه دي قلت ده معناها يا اما قل الباي كارب يا اما عالي السي او 2 بريشر. بعد ما خلصنا المقدمه، ايه هو البي اتش وايه خطوره البي اتش لما يتغير، واتكلمنا عن معادله الهندرسون هاسلباخ ايكويشن وازاي اثبتوها، عايزين نتكلم بايو كيمستري كمان وكمان. What is acid? What is base? فيديو النهاردة هو البالانس بين acid وبيز. الأسيد معناها إيه؟ أي مادة تشتغل كبروتون دونر. الأسيد يديلك هيدروجين آيون، بروتون H بلس دونر، أنا معطي. وعايز أقول لك إن الأسيدز تنقسم إلى حاجتين، أحماض قوية زي الـ HCl. طبعًا ده أنا لو حطيت HCl على إيدك في المعمل ده حمض كاوي تصرخ تستحملوش. سلفوريك أسيد H2SO4، فوسفوريك أسيد H3PO4، كل دول أحماض قوية. والحمض الضعيف كربونيك أسيد. هتسأله سؤال مهم، يعني إيه حمض قوي ويعني إيه حمض ضعيف؟ حمض قوي معناه، وده مهم قوي، إن هو بيتفكك بسرعة بسهولة، تمام؟ يتفكك تماما. يعني HCl الـ H بلس تبعد عن Cl نيجاتيف، تلاقي السوليوشن كله H بلس. أما الحمض الضعيف زي الكربونيك أسيد، لا، does not dissociate completely، ما بيتفككش بشكل كامل. طيب البيز العكس، أي مادة accept البروتون، بتقبل البروتون ده. وبرضو عندي الألكالي نوعين، قلوي قوي أي هيدروكسيد، صوديوم هيدروكسيد، بوتاسيوم هيدروكسيد، أو قلوي ضعيف زي الصوديوم باي كربونيت. أنا عايزك دلوقتي تفهم الكلام اللي هقوله. إحنا لما بنقول بفر بنقول لك أنا قادر إن أنا أنظم البي اتش. طب قادر إزاي؟ أنا أحتوي على حاجتين، على أسيد زائد بيز. عايز تنظم البي اتش؟ تشتغل زي العملة، ملك وكتابة مع بعض. لازم يكون عندي أسيد زائد الكونجوجيت بيز بتاعه. أنا اسمي باي كربونيت بفر، أنا هنظم بي اتش. تقول لي يبقى عندك جزء حامضي كربونيك أسيد زائد جزء قلوي الكالاين اللي هو صوديوم باي كربونيت. طب ليه ربنا حط فيا الحاجتين؟ علشان لو زاد الأسيد لابد أمسكه في الألكالي بتاعي. ليه؟ فكرة المنظم، أحول الحمض القوي إلى حمض أضعف، قوة الهيدروجين آيون اللي عندك لا أقللها شوية، خطورتها اللي قلناها ما نقدرش نتحملها، قد تؤدي لوفاة
عندي 6.8 ما ينفعش. طب العكس، طب لو زاد الالكالاين قوي امسكه في الاسيد بتاعي الويك، احول الالكالاين القوي الى الكالاين ضعيف. نفس الفكرة، لان احنا ما نقدرش نتحمل البي اتش تعلى لغاية 8 قد تؤدي الى الوفاة. بص معايا بقى على الكوبايتين دول معبرين على اللي اتقالوا. ادي الـ HCl strong acid، بص هيدروجين ايون كتيرة جدا نتيجة الديسوشيشن. وبص معايا على الكلمة المهمة ديسوشيت كومبليتلي، اتفكك تماما بشكل كامل. اما الكربونيك اسيد اهي H2CO3، بص على الهيدروجين ايون ده فيه 2 H بس، مش كتير زي تفكك ال HCl لانه لا يتفكك تماما، ودي مهمة جدا. طيب نيجي دلوقتي نتكلم على مصادر الاسيد، وده مهم. الاسيدز اللي انت عمال تقول لي هتزيد وخطر، هي جاية منين؟ يا اما انترا سيلولار ميتابوليزم، جوه السل بنطلع اسيد عادي زي الكربونيك اسيد. انا مش دكتور بايوكيمستري، انا دكتور فيسيولوجي وهتكلم من منظور الفيسيولوجي. الكربونيك اسيد بيتفكك لكربون دايوكسيد ومية، معلومه معروفه. طب ما هو كربون دايوكسيد ده هنتخلص منه عن طريق الرئه، كان بي اكسبايرد، علشان كده كربونيك اسيد از فولاتايل اسيد، حمض متطاير. في اسيد الرئه تتخلص من كربونيك. لما جينا سالنا اللنج طب واي اسيد تاني تقدري تتعاملي معاه، قالت لا. طب هو مين الاسيدز التانيه؟ الاسيدز التانيه هما نون فولاتايل، غير متطاير، ما يطلعش عن طريق الجو ابدا، دول احماض ثابته فيكسد اسيد. والفيكسد اسيد اديت لك 6 امثله: لاكتيك اسيد، فاتي اسيدز، كيتو اسيدز، يوريك اسيد، سلفوريك، فوسفوريك. كل دول اللنج قالت انا اسفه ماليش دعوه بيهم. فجينا سالنا طب وفي الحاله دي مين اللي يقلل من خطورتهم؟ احنا محتاجين الكالي، الالكالي اللي هو الصوديوم باي كربونيت، منظم يمسك في لاكتيك اسيد. ماشي، واديك مثال، صوديوم باي كربونيت لما يتفاعل مع لاكتيك اسيد هيكون صوديوم لاكتيت زائد كربونيك اسيد. هتقولي جت منين؟ ما هو الاسيد ده رمزه H بلس، هيمسك في ال HCO3 بتاع الصوديوم باي كربونيت فيعمل لي كربونيك اسيد which is a weak acid، وانا لسه مورهولك بالرسمة. قدرت احول اللاكتيك القوي الى كربونيك ضعيف، قللت من خطورة الهيدروجين ايون. طب سؤال، مين اللي مسؤول يحافظ على الصوديوم باي كربونيت ويرجعه للدم يعمل ريابزوربشن؟ المسؤول عن كده هو الكدني، هي المسؤولة مسؤولية كاملة. علشان كده الكدني لو باظت مقدرش اتعامل مع الفيكسد اسيدز. الكلام ده مهم وهيفيدنا الفيديو اللي جاي. يعني لما اجي اقول لك زاد الكيتو اسيدز، تقول لي الكيتو اسيدز يا دكتور بتزيد في الديابيتك، في مريض السكر، واحنا عارفين الكلام ده الاندوكراين. طب زاد، مفروض يبقى فيه صوديوم باي كارب، يزيد اشتغل كبفر، ما زادش ليه في الدم؟ ده نزل في اليورين، العيب منك يا كدني. اي طالب شاطر دلوقتي بيتابعني هيستنتج معايا حاجات مهمة. اول استنتاج احنا عرفنا دور البفر، تاني استنتاج انا عرفت ان التلات اسلحة اللي حضرتك بتقول عليهم من بداية الفيديو
بفر سلاح سريع respiratory system يتخلص من CO2 الفولاتايل اسيد او كربونيك اسيد. والسلاح الثالث كيدني. وفعلا دول ثلاث الطرق الدفاعية او الثلاث جيوش اللي ربنا عاملهم لمواجهة الهيدروجين اي. مصادر الالكالي طبعا في الفاكهة والخضار، ده كلام عادي. طيب نيجي دلوقتي نتكلم عن الديفنس بقى، الاستنتاج اللي انت قلته بعرضه الاول ثم نتكلم في التفاصيل. اول خط دفاعي عندي بيشتغل خلال ثواني از ابفر. عايز اقول معلومة مهمة، طالما انت بتشتغل بسرعة تبقى انت كفاءتك عالية ولا اقل؟ تقول لي كفاءتي اقل. دايما اللي بيشتغل ببطء بيبقى افكتيف اكتر. قلنا الكلام ده مع فيديوهات البلد، فاكر الكلوتينج باسوي؟ اكسترينسك سريع اقل كفاءة، عامل زي الاسعاف الاولي لما عيان يتصاب حادثة عايزين نعمله فيرست ايد، حاجة كده بسيطة لغاية لما نوديه المستشفى. هعتبر البفر فيرست ايد عندي، عشان كده قلت اقل كفاءة. السكند لاين اوف ديفنس طبعا دور اللنج الريسبيراتوري كنترول، وده كفاءته مودريت متوسطة. السيرد لاين بقى ياخد ساعات وايام الكيدني. لو طالب شاطر واخد باله يقول لي هو دايما الكيدني كده بتاخد وقتها. لما شرحنا لونج تيرم ريجوليشن اوف بلاد بريشر في السي في اس زمان قلت لك كيدني تيكس تايم سلولي بات شورلي. فدول التلات جيوش، جيش يشتغل في ثواني بفر، دقايق لونج، ساعات وايام الكيدني. نبدأ دلوقتي بالبفر. البفر او المنظم ليها تقسيمة مهمة. في منظم انترا سيليولار فلويد جوه السل، وفي منظم تاني خارج السل. شوف عظمة ربنا بقى والابداع، لان انا ممكن يتغير البي اتش انترا سيليولار او اكسترا سيليولار. هو دايما احنا بنحافظ على البي اتش اكسترا سيليولار فلويد. طيب مين اللي جوه السل؟ فوسفيت وبروتين. فوسفيت وبروتين، خلي بالك فوسفيت بفر. عايز اتكلم عن الفوسفيت ده، ايه معلوماتك عنه؟ تقول لي الفوسفيت البارا سيرويد هرمون منع الفوسفيت ريابزوربشن من البروكسيمال توبيول، معلومة اندوكراين وكررناها كدني. طب منعه ليه يروح للدم؟ لان اليومن اوف بروكسيمال توبيول هينزل فيه اسيد، فلازم يبقى فيه بفر قاعد مستنيه. طيب سؤالنا ليك يا دكتور، مش البفر ده يعبر عن اسيد زائد بيز شغال على الوشين؟ طب الفوسفيت ده فين الاسيد بارت بتاعه؟ اقول لك الاسيد بارت هو صوديوم داي هيدروجين فوسفيت، وحنقولها النهاردة في نهاية الفيديو مع الرسم مع دور الكيدني. صوديوم داي هيدروجين او رمزه NaH2PO4، ده اسمه صوديوم اسيد فوسفيت طبعا. وفي جزء الكالاين اللي هو بقى داي صوديوم هيدروجين فوسفيت. يعني انت عندك صوديوم داي هيدروجين NaH2، او عندك الالكالاين بقى Na2HPO4. فاذا زاد الاسيد اللي نازل في اليومن حمسكه في الجزء الالكالاين بتاعي، والعكس صحيح. طب السؤال مهم، هو الفوسفيت اكيد ليه ديسوشيشن كونستانت؟ اقول لك يختلف تماما عن الباي كربونيت. الباي كربونيت كان الثابت بتاعه كام؟ 6.1.
أما الفوسفيت هنلاقي لا 6.8. إيه ده؟ ده قريب جدا من البي اتش. دي ميزة. والبايكربونات عنده عيب، ولكن هقول لك دلوقتي ليه احنا فضلنا البايكربونات كبفر اساسي ورئيسي في الاكسترا سيلولار فلويد. عندنا بروتين بفر. خلي بالك البروتين ده يشمل بلازما بروتين، هيموجلوبين، امينو اسيد. عايز اقول لك معلومة مهمة جدا، بلازما بروتين تركيزها كبير، هي والهيموجلوبين كمية كبيرة، ولكن البروتين مشكلته ايه؟ كمية كبيرة جوه السل. تقول لي طب وايه يعني؟ طب ما احنا عايزين ننظم البي اتش جوه السل. لا، احنا عايزين اساسا ننظم البي اتش اكسترا سيلر. طب ايه المشكلة؟ البروتين اللي بيبقى ماونت كبير جوه السل هياخد ساعات علشان يخرج للاكسترا سيلولار فلويد، عشان كده اقدر اعتبره جيش باعداد كبيره في المكان الخطا. يا جيش انا عاوزك اكسترا سيلولار في البلازما تظبط لي البي اتش، انت اتجمعت بكميه كبيره جوه وده يعتبر عيب. ده مهم قوي، ياخد ساعات عشان يخرج. وانا لسه قايل لك البفر فيرست لاين اوف ديفنس اكت ويزن سكندز، ده بيشتغل خلال ثواني. الهيموجلوبين بقى معلومه بايوكيمستري، الاوكسي هيموجلوبين بيبقى مور اسيدك ولا الديزوكسي هيموجلوبين؟ ده سؤال انا بقوله لاي طالب بيشوف الفيديو النهارده، يا ترى الريديوسد هيموجلوبين اسيدك اكتر ولا الاوكسي هيموجلوبين هو اللي اسيدك اكتر وليه؟ ده السؤال ومنتظر الاجابات في التعليقات. مهم قوي عشان اشوفك عارف الكلام ده ولا لا. اكسترا سيلولار فلويد، طب ما هو في اتنين بفر، في بروتين موجود اكسترا سيلولار او الكربونيك اسيد باي كربونيت بفر. انا ممكن اقول باي كارب بفر ودي مفهومة ضمنا شاملة اسيد زائد كونجوجيت بيز، او احط التسمية الكاملة كربونيك اسيد باي كربونيت بفر. نبدأ دلوقتي بقى في تفاصيل البفر سيستم بصفة عامة. البفر هو ويك اسيد بلس بيز، ده ديفينيشن وقلناه زي الباي كربونيت بفر. طب ايه فايدة البفر؟ هل البفر بيمنع تماما تغيرات الـ pH؟ لا، مينيمايز ذا pH، انا بغير او بقلل التغير في الـ pH، بقلله. بمعنى لما يجي سترونج اسيد وبالبفر يمسك فيه يحوله الى ويك اسيد كده خلاص؟ لا، ده انا محتاج بفر تاني يمسك في الحمض اللي بقى ضعيف علشان يخليه اضعف. ومش بس كده، والحمض اللي هيبقى اضعف همسكه في بفر تالت علشان اخليه اضعف كمان وكمان. موضوع ده هنقوله النهاردة. الفكرة ان الهيدروجين ايون في منتهى الخطورة، ده حتى لما شرحت في فيديوهات الرينال السابقة قلت لك لو زاد الهيدروجين ايون في اليومين بيقلل البي اتش، والبي اتش لو قلت عن 4.5 يتوقف الفلتريشن تماما، ما تقدرش تتخلص من الهيدروجين ايون، ما تقدرش تعمل له سكريشن. رينال فيلير يؤدي لوفاة حقيقية. طيب يبقى دي معلومات عن البفر. طب كفاءة البفر تتحدد بحاجتين كتبتهم بالأحمر، البي كي والأماونت أوف بفر. ما معنى بي كي أوف ذا بفر؟ الديسوشيشن كونستانت، كل ما تقرب من البي اتش كل ما كفاءتك تعلى.
هتقول لي الله طب ما هو الفوسفيت كده، الفوسفيت ده 6.8، ده قريب جدا، ولكن عنده عيب خطير. الاسيد بارت والالكالين بارت بتوعه سواء صوديوم داي هيدروجين فوسفيت او داي صوديوم هيدروجين فوسفيت، ما اقدرش اعمل لهم ريجوليشن، انا ما اقدرش انظمهم، ما اعرفش. وبالتالي دي نقطه ضعف عندك. بص بقى معايا على البايكربونات بافر، البي كي بتاعته 6.1، بعيد عن ال 7.4 نورمال بي اتش، ولكن عنده ميزه مغطيه على عيبه. ايه هي؟ الكربونيك اسيد الاسيدك بارت بتاعه اقدر انظمه عن طريق اللنج ريسبيراتوري كنترول اللي هي المودريت افشنسي، والجزء الالكالين بتاعه اقدر انظمه عن طريق الكدني. هتقول لي يعني ايه؟ يعني لو زاد صوديوم بايكارب في دمك، تقول لي الكالوس، الكدني تتصرف ازاي؟ ترمي الزياده بتاعته في اليورين، تمام. او لو الصوديوم بايكارب قليل، الكدني تعمل ترجع الصوديوم بايكارب للدم، تقول لا هحافظ عليه واعمل له اعاده في الامتصاص. ولهذا السبب اصبح الباي كارب بفر هو الاساس. في السلايد دي هستعرض معاك اهم 4 بفرز، وكل بفر اسيدك والكالاين بارت بتوعه مين. باي كارب بفر تقول لي خلاص قلناه كربونيك اسيد وصوديوم بايكار، ادي بعدها بروتين بفر، عندي حاجتين، بروتينيك اسيد والبروتينات. عايز اعرفك ان البروتينيك اسيد ده قلناه مع فيديو البلد، قلت لك البلازما بروتين بتشتغل كبفر، اهم ايون في البلازما هو الصوديوم، يبقى الجزء القلوي بتاعك ايه؟ صوديوم بروتينيت. طب ده انا امسكه في لاكتيك اسيد، هتقول لي انت ليه دايما تقول امسكه في لاكتيك؟ لان اللاكتيك اسيد هو اهم ميتابولايت ناتج من الان ايروبيك اكسرسايز. لما اجي اجري بحرق جلوكوز في غياب اكسجين، يعملني لاكتيك اسيد. لاكتيك اسيد ده بيزيد عندنا كلنا، ولكن نمسكه في البفر في البلازما بروتينيت، ده مهم جدا، صوديوم بروتينيت، فيبقى صوديوم لاكتيت زائد بروتينيك اسيد. سمعت قبل كده عن بروتينيك اسيد انه قوي؟ تقول لي لا، احماض القويه انت لسه قايلها، HCl وقايل لي سلفوريك وفوسفوريك نواتج الميتابوليزم، دول الأقوياء، اللاكتيك، يبقى أنا حولت اللاكتيك القوي إلى الضعيف إلى بروتينيك. طب وإمتى أشغل البروتينيك أسيد؟ لو زاد الألكالي في البلازما أمسكه في الأسيد، يعني أنا بمسكك في العكس، زاد القلوي أمسكك في الأسيد بتاعي، زاد الأسيد أمسكك في القلوي بتاعي. البفر الثالث هيموجلوبين بفر، وقبل ما اتكلم عليه عندي سؤال للي بيتفرج على الفيديو دلوقتي، هيموجلوبين اكت از ا بفر قلناها فين؟ تقول لي قلناها في البلد، انا عارف، بس شرحناها بالتفاصيل فين؟ كلورايد شيفت فينومينا، ودي شرحناها في فيديو هنا في بلاي ليست في القناه فيديوهات ريسبيريشن. قلت لك ايه؟ دخل السي او 2 من الريد بلاد سيلز الى البلازما، من البلازما اسف للريد بلاد سيلز، لما دخل تفاعل مع الميه بالكربونيك انهيدريز عمل كربونيك اسيد، كلنا عارفين الكلام ده، وانا عايز اوضحه دلوقتي ليكم، هنوضحه الان. الهيموجلوبين ده ان ال HC2CO3 هيتفكك لهيدروجين
و HCO3 هيدروجين جوه الريد سيل ده أسد قوي، مش ممكن أسيبه، لازم أمسكه في جزء قلوي. مين القلوي؟ تقولي بوتاسيوم هيموجلوبينيت. طب يا دكتور اشمعنى المرة دي قلت بوتاسيوم؟ لأن أهم كاتايون انترا سيلولار إز بوتاسيوم، ده الريد بلاد سيلز لا تسمح بخروجه لبره، ما ينفعش، انت محبوس، انت تشتغل كبفر. فيجي الكي اتش بي هيمسك في الهيدروجين ايون فيبقى الناتج اتش يمسك في الاتش بي، يعني الهيدروجين مع الهيموجلوبين اتش دوت اتش بي، اسمه هيموجلوبينيك اسيد. ارجع تاني واقول لك، حولت الاتش بلس القوي الى حمض ضعيف هيموجلوبينك بسبب الجزء الالكالين بتاع الهيموجلوبين بفر. تعددت الطرق والنتيجة واحدة، عاوزين نقلل، بص الكلمة مينيمايز ذا تشينج ان هيدروجين ايون، انا ما قلتش اوقفها تماما، انا قلت اقلل من خطورتها. طب وبعد كده ايه اللي حصل؟ ال HCO3 عمال بيزيد، نمسكه في بوتاسيوم بس بيزيد اكتر، فيخرج بالديفيوجن من جوه الريد سيل الى البلازما. ال HCO3 ده نيجاتيف، يبقى لازم ادخل قصاده ايون نيجاتيف كلورايد، وده اللي قلناها كلورايد شيفت فينومينا، ده مهم قوي. او عندي الفوسفيد بافر اللي احنا قلناه. طيب السؤال المهم الان، طبعا شرحنا الباي كربونيت بافر، ادي بقى معايا الهندرسون هاسلباخ للفوسفيد بافر. الطالب اللي فاهم معادلة الهندرسون هاسلباخ هيقدر يفهم السلايد دي. البي كي ثابت التفكك بتاع الفوسفيد بافر كام؟ 6.8، يبقى الريشو كام؟ 0.6. ما انت تشوف الباقي كام على 7.4. ده الكلام المهم، وعرفنا أهمية الفوسفيت بافر، هو ده اللي أنا قصدي عليه. NaH2PO4 صوديوم داي هيدروجين فوسفيت اللي هو الأسيدك، على Na2HPO4 داي صوديوم هيدروجين فوسفيت الألكالين. الدياجرام ده بيعبر لك عن الفكرة العامة، ان انت كلت اكلة هضمتها امتصتها بقى في سيل ميتابوليزم، الهيدروجين ايون ده حمسكه في بفر. فبص عملنا التلاتة لاينز ديفنس في شكل اقواس، اقول لك ده الجيش الاول ادي البفر، ده الجيش التاني CO2 expired respiratory control، الجيش التالت الكدني، لو في صلفيت او فوسفيت سألنا اللنج تقدري تتعاملي معاه؟ قالت لا، انت محتاج بفر علشان يعادله، والكدني دورها تحافظ على البفر تعمل له اعادة امتصاص. طيب ودول ادي التلاتة لاينز بتوعي 1 2 3. هنا بقى رسمة علشان تفهمك ايه اللي بيحصل في المعمل عشان تبقى متخيل الاحداث. تخيل لو ده سوليوشن عندنا وانا عايز اقلل له البي اتش، اضيف اسيد عليه فالبي اتش يقل، بص يبقى 4 مثلا. طب لو عايز اعلي البي اتش بتاعه ل 10.5 ازود الاو اتش. دايما دكاتره المعمل بيعملوا كده فنيين، لما نيجي نظبط سوليوشن معين لتجربه هو بيبتدي يحط اسيد او يحط بيز، طبعا ده الاساس بالنسبه لي. طيب بس في نقطه انا عايز اجي اقولها الان، ايزو هيدريك برينسيبل. ايزو هيدريك برينسيبل من بمعناها ايزو يعني متساوي، وهيدريك يعني هيدروجين.
انا عايز اخلي الهيدروجين ايون تأثيره اقل. خلي بالك تأثير الاقل ده انا قلته، لو انا زاد عندي اسيد مثلا زي لاكتيك اسيد همسكه في بافر في الباي كربونيت، حولت اللاكتيك القوي لكربونيك اسيد، كربونيك اسيد ده الناتج، بعد كده امسكه في الفوسفيت بافر، همسكه في الالكالين بتاعه داي صوديوم هيدروجين فوسفيت، فكون صوديوم داي هيدروجين فوسفيت اللي هو ال NaH2PO4. يعني انت عايز تقول كل ما يدخل الاسيد في الدم همسكه في بفر احوله للضعيف، ثم بفر تاني خليه اضعف، يعني زي بالظبط كانها خناقه، واحد بيهجم علينا الاول يضربه يسلمه للتاني والتاني يضربه ونقول لا ما خلصناش لسه، معركه حياتك هي مواجهه الهيدروجين ايون. دي فكره الايزو هيدريك برينسيبل، ده مهم قوي. طيب نيجي بقى للدفاع الثاني، ريسبيراتوري ريجوليشن. ريسبيراتوري ريجوليشن قلنا بتخلص من الفولاتايل اسيد. سؤال اي طالب دلوقتي بيشوف الفيديو معايا، ازاي اللنج قدرت تتخلص من هذا الاسيد؟ هرجعك للسنة اللي فاتت مع فيديو الريسبيريشن. ازاي؟ دلوقتي زاد الكربونيك اسيد، ده رمزه هيدروجين ايون، اي اسيد رمزه هيدروجين ايون. هسألك سؤال تفكر معايا، هل الهيدروجين ايون ده اللي زاد في الدم بيعدي البلاد برين بارير؟ تقولي لا ما بيعديش. الهيدروجين ايون بيشغل اورتك بادز وكاروتيد بادز، فاكر دول كانوا ريسبتورز بيحسوا لما الاكسجين بريشر يقل او الهيدروجين ايون يزيد او السي او 2 يزيد. تقول انا معاك، يعني الهيدروجين ايون شغل ريسبتورز، دول اسمهم كيمو ريسبتورز لان هم حساسين لاي تغير كيميائي في الدم. طبعا الريسبتور ده بعيد عن الريسبيراتوري سنتر، مركز التنفس في المظلة، طالما انت بعيد هسميك بيريفيرال كيمو ريسبتورز، انت طرفي على الاطراف. طب انا عايز ابعت رسالة لمركز التنفس عن طريق الاعصاب فيجس وجلوس وفارينجل، انا بفكرك بالسنة اللي فاتت، فببعت للريسبيراتوري سنتر والريسبيراتوري يدي امر للريسبيراتوري ماسلز بالهايبر فنتيليشن، التخلص من السي او 2، اتخلص منك واخد اكسجين. يبقى اذا دور الريسبيراتوري كنترول اللي بنقوله النهارده في فيديو الرينال شرحناه مع فيديو الريسبيريشن من قبل، اهي هو ده الادجستمنت بتاعتنا، هو ده التنظيم. فطالب سألني قال لي طب وليه احنا بنعرف الكلام ده النهاردة كطبيعي؟ لان قد تكون المشكلة في اللنج، سي او 2 عمال يعلى في دمي، طب بيعلى ليه؟ سحبت عين الدم لقيت السي او 2 بريشر اعلى من 40، الوم مين؟ الرئة ولا الكلى؟ تقول لي الوم اللنج، عشان كده هيحصل اسيدوزس بسبب عيب في اللنج، فنسميها ريسبيراتوري اسيدوزس. دايما في الطب المتعه ان التسميه معموله من مقطعين، تلاقي مقطع سبب ومقطع نتيجه، ريسبيراتوري هو السبب ادى الى اسيدوزس، ده مهم. وبرضو ممكن يحصل العكس، اذا انا تخلصت من سي او 2 اكتر من اللازم يبقى انا خليت الكربونيك اسيد في دمي اقل، يبقى الكالوزس. خلي بالك الالكالي ما زادش بشكل مباشر، لا
الألكلي زي ما هو، لكن الأسيد هو اللي قل جدا نسبة وتناسب. العيب برضو فيكي يا لانج. يعني إذا الطبيعي هو المانتننس of CO2 pressure في الأرتيريال بلد عند كام؟ 40 مليمتر ميركري، ده في منتهى الخطورة. طيب الحاجة اللي أنا عايز أركز عليها دلوقتي مع بعض بعد ما عرفنا الريسبيراتوري ريجوليشن هو الرينال ريجوليشن. لغاية دلوقتي اتكلمنا عن كام بفر، عن كل البفرز الأساسية. أول خط دفاعي شغال في ثواني بيقلل من خطورة الهيدروجين آيون. ليه فضلنا البايكربونيت؟ وليه اتهمنا البروتين بفر ان انت جيش بأعداد كثيفة في المكان الغلط؟ وتكلمنا على الايزو هايدريك برينسيبل، كلمنا عن الخط الدفاعي التاني دور الرئة. طب دلوقتي نتكلم على دور الكدني او الخط الدفاعي التالت. عايزك تبقى فاهم فيسيولوجي كويس. انت مشكلتك لو الاسيد زاد تعمل ايه في الهيدروجين ايون؟ تقولي انا لازم اتخلص منه. ولو طالب مذاكر كدني معايا من اول الفيديوهات دايما بقول ايه؟ هيدروجين سكريتد، ودايما بنتخلص من الهيدروجين عكس الصوديوم. سكندري اكتيف سكريشن، صوديوم يتحرك من اليومن الى السل، وفي المقابل يتحرك الهيدروجين من السل الى اليوم. دايما انا تابع، انا سكندري اكتيف، شرحنا الكلام ده تفصيليا. ولما جه الهيدروجين يقرر يتخلص من نفسه بطاقته بالاي تي بيز، كان الكلام ده في الديستال كونفوليوتد توبيول بالانتركاليتد سيل او الاي سيل. فطالب هيسال طب ليه يا دكتور بتفكرنا باللي فات؟ ما هو اللي فات هو اساس اللي هقوله دلوقتي. الكدني عندها دورين اساسيين. الدور الاول اتخلص من الهيدروجين اين، والدور الثاني هو زياده الصوديوم باي كربونيت رياب زوربشن. الكلام ده لو زاد الاسيد في الدم انا محتاج بفر يعادل بسرعة، وفي نفس الوقت عاوز اتخلص من الهيدروجين اين. علشان كده الطالب الشاطر يقول لي انا استنتجت الفيديو هيكمل ازاي. حضرتك هتشرح الهيدروجين سكريشن وتفكرنا بزمان، ده الجزء الاول. والجزء الثاني ازاي الكدني هتقدر تزود امتصاص الباي كربونيت. بص بقى معايا، بس قبل ما اقول الكلام ده انا في ان بي ملحوظه مهمه لازم اقولها. لو في الكالوزس لابد من التخلص من الباي كربونيت. هتقول لي الله مش الباي كربونيت تابع للهيدروجين؟ اقول لك اه، بدليل انا جيت في فيديو من الفيديوهات وقلت باي كربونيت ري ابزوربشن از اكتيف، عمليه اكتيف. ليه؟ لانه معتمد اساسا على الهيدروجين سكريشن. ارمي الهيدروجين في اليومن، في المقابل الصوديوم يدخل السل، والصوديوم يعدي من السل للبلازما بالصوديوم بوتاسيوم بام، والاتش سي او 3 وراه سكندري اكتف. طب انا لو قللت الخطوة الاولى، قللت الهيدروجين سكريشن، التانية تحصل؟ تقول لي لا، يبقى انا هقلل الباي كربونيت ريابزوربشن، يبقى الباي كارب هينزل في اليورين. طب ما هو ده اللي انا عاوزه لمواجهة الالكالوزس. ما ينفعش اخلي الالكالي يعلى في الدم اكتر من كده. طيب نيجي بقى دلوقتي افكرك برحلة التخلص من الهيدروجين ايون. اهي ادي الرحلة عندنا. في البداية
85% من الهيدروجين هيبقى سكريتد في البروكسيمال كونفوليوتد توبيول. ارجع معايا الفيديو بروكسيمال توبيول، قلت لك بيعمل سكريشن للهيدروجين بارا امينو هيبيوريك اسيد وامونيا، والامونيا النهارده هنتكلم عليها برضو. يبقى اول حاجه عندنا 85. طب ايه علامه الاكس دي؟ قصدك بيها ايه؟ لا نتخلص من الهيدروجين في اللوب اوف هنل. انا اتخلصت من 85% منه في البدايات. طب وبعد كده بص معايا، 10% هنتخلص منه في السيك اسندنج لوب اوف هنل، ادي كده 95 كمجموع، وال 5% الباقيين في الديستال كونفوليوتد توبيول وكولكتنج دكت. يبقى دول 100% من التخلص. هتقول لي ماشي، طب عايزين يا دكتور تفكرنا بالتخلص مره تانية. تخلص فكرته ايه؟ اهي ادي الفكره عندنا، السي او 2 بلس ووتر جوه السيل بكربونيك ان هيدريز. وفاكر لما قلت لك عندي نوعين من الكربونيك ان هيدريز، في نوع جوه السيل ونوع في اليومن، ده لو بتكلم على البروكسيمال كونفوليوتد توبيول. اما الكربونيك ان هيدريز في الديستال توبيول ده فقط انترا سيلولر. اهو عمل لي H2CO3 اتفكك لهيدروجين و HCO3. الهيدروجين اهو دخلته فين؟ في اليومن. في المقابل الصوديوم اتحرك بالعكس اهي انتي بورت. فلما عملت سكندري اكتف سكريشن للهيدروجين، الصوديوم اتحرك، ادي الصوديوم اتحرك اهو بالصوديوم بوتاسيوم بامب، شد معاه مين؟ البايكارب. يبقى معنى كده ان البايكارب ري ابزوربشن مع الصوديوم دي عمليه اكتف ومش باسف. يبقى دي البدايه. طب الرسمه الثانيه اللي هي الخمسة في المية، يعني الرسمة اللي فوق التخلص من الهيدروجين آيون 85% بروكسيمال توبيول، والرسمة اللي تحت التخلص من الهيدروجين بالإنتركاليتد سيلز نفس الفكرة، ال H2CO3 يتفكك لهيدروجين و HCO3. الهيدروجين المرة دي بص معايا اتحرك بالـ ATPase pump من السل الى اليومن. يعني انت اتخلصت من نفسك بمجهودك، ما استنتش الصوديوم انه يتخلص من زياداتك. عشان كده السؤال ده دايما بيجي نظري اخر السنة، طالب الشاطر يرسم لي الرسمتين secondary active وprimary active، وتلاحظ مش مصادفة ان انا حطيت لك السكندري اكتف الرسمه اللي فوق، لانها ماشيه مع اعلى نسبه من الهيدروجين سكريشن في البروكسيمال توبيول. في ملاحظه تانية عايزين ناخد بالنا منها، الهيدروجين ايون بيمسك في بفر في اليومن، ويبقى هيدروجين زائد بفر. خلي بالك كل ما يزيد الهيدروجين ايون لابد ان انا ازود البفر عشان الرياكشن يمشي تو ذا رايت. لو جينا انا هنا عاملها بالطول، لو جيت عملتها لك بالعرض H بلس زائد بفر يعمل لي H بلس بفر. عايز التفاعل يمشي ناحية اليمين، ده مهم قوي. طالما مسكتني في بفر قللت من خطورتي، ده مهم جدا. طيب تعال نقول بقى حاجة مهمة، factors affecting hydrogen ion secretion in the kidney. انت عايز تتخلص من الهيدروجين ايون وترميه في اليومن؟ عندك 4 factors يأثروا على ده. اول فاكتور عندي هو CO2 pressure. طبعا لو زاد CO2 قوي في الدم، انا لسه قايل لك العيب في اللنج يا
يبقى respiratory acidosis. فلازم يزيد الهيدروجين ايون سكريش، ده المصدر بتاعه. في حاجة تانية، كربونيك انهيدريز. لو انا منعت الكربونيك انهيدريز انزيم، هتقول لي يعني انت منعت تكوين كربونيك اسيد، منعت تفككه لهيدروجين و HCO3، يبقى انت منعت الهيدروجين سكريتد، وبالتالي ها مين المعتمد عليه؟ البايكارب ريابزوربشن. فمنعت البايكارب يمتص في الدم، فبالعكس البايكارب ينزل في اليورين، وده طبعا ملح يشد ورا ميه فيحصل دايوريسيس. شوف دي نقطه تانية. نقطه ثالثه، البوتاسيوم. اذا زاد البوتاسيوم في الدم اتخلص من مين؟ تقول لي البوتاسيوم الاولى، فيقل الهيدروجين سكريش، لان كلاهما يتنافس مين فينا اللي هيترمي في اليومن. والنقطه الرابعه الالدوستيرون. افتكر معايا الالدوستيرون كان بيعمل صوديوم ريابزوربشن لما كان بيشتغل على البرينسيبال سيل في الليت ديستال توبيول، في المقابل كان بيرمي بوتاسيوم او هيدروجين. عشان كده وانا طالب كنت بفتكر الفاكتورز ازاي، اشوف مين اللي مع الهيدروجين. ده الهيدروجين ده مصدره فولاتايل اسيد، يبقى اتكلم على ريسبيراتوري. الهيدروجين ده بيبقى ناتج للكربونيك اسيد تفككه اللي تكون من الكربونيك انهيدريز، الاتش بلس والكي والتنافس بينهما. ولو ذكرت البوتاسيوم اروح ذاكر الدوستيرون اللي بيتخلص من الاثنين. طيب كل ده اساسيات عندنا. فاكتور خامس هعتمد عليه دلوقتي، لو قل الـ pH of the tubular lumen أقل من 4.5 يتوقف التخلص من الهيدروجين أيون. ده الرعب بالنسبة لنا، عشان كده سميتها في الفيديوهات السابقة limiting pH. عارف الليمت يعني إيه؟ يعني ما ينفعش إن الـ pH يقل عن كده، يقل عن كده كل حاجة هتتوقف تماما. طيب كده ده الكلام اللي احنا بنقوله. بس قبل بقى ما نيجي ندخل في تفاصيل جميلة، عاوز انبه على حاجة. الـ pH في البروكسيمال توبيول كان 6.8 او 6.9. خلي بالك لازم تكون كاتب مع نفسك ورقة كده، الـ pH of the tubular lumen كام في البروكسيم، طب كام في الديست، طب الليميتنج بي اتش كام. ارقام دي كلها مهم. نبدا الان في النقطه الثانيه. انت يا كدني اتصرفتي مع الهيدروجين اي سكندري اكتف وبرايمري اكتف سكريشن ورسمناها، والفاكتورز افكتنج كل الكلام ده قلناه. النقطه الثانيه، احنا عاوزين نزود الباي كارب ري ابزوربشن، وده منطقي. امتصاص الباي كارب معتمد على التخلص من الهيدروجين ايون. لما سالنا الكدني ودار حوار بيننا وبين بعض، كدني قالت انا عندي ثلاثه ميكانيزم ازود الصوديوم باي كارب في الدم. وطبعا لما هنفهمهم مع بعض هو ده نهايه الفيديو بتاعنا، بدايه الفيديو بتاع الاسيد بيز بالانس. الفكره ايه؟ اليومين اهو نازل فيه صوديوم بايكربونيت. تقول لي ازاي؟ مش الصوديوم بايكارب ده موجود في البلازما؟ هتقول لي والكيدني شغاله كفلتر كمصفى، فالصوديوم بايكارب اللي في الدم عدى على المصفى دي على جلوميرولار كابيلاري بومنز كبسول، وصل الى بروكسيمال توبيول. تقول لي انا معاك، بقى فيه ان ايه لوحده و اتش سي او 3 لوحده. بصوا معايا، كلنا عارفين سي او 2 بلس ووتر يعمل لي كربونيك اسيد يتفكك لهيدروجين و اتش سي او 3،
خلي بالك الكلام اللي جوه السل ده هكرره 3 مرات مع كل حكاية اللي جوه السل زي ما هو. الجديد اليومين بقى. طيب فالهيدروجين اتحرك الى اليومين، في المقابل الصوديوم من اليومين للسل اللي هي السكندري اكتف سيكريشن. طبعا عشان افكرك ليه قلت سكندري اكتف، لانك بتعتمد في الاساس على صوديوم بوتاسيوم بامب، وشرحنا الكلام ده تمام. الهيدروجين اللي دخل هنا بص اهو السهم ده يتفاعل مع HCO3 يعمل لي كربونيك اسيد، والكربونيك اسيد يتفكك بص بالكربونيك ان هيدريز. فاكر لما قلت لك عندي نوعين كربونيك انهيدريز اللي هو تايب 4 وتايب 2، ارجع لفيديو البروكسيمال توبيول. يتفكك تاني لسي او 2 بلس ووتر، والسي او 2 يدخل لجوه السل. ايه ده؟ انت بتجدد مصدر السي او 2، بنسميها سي او 2 سايكل. السي او 2 ما هو ممكن بيقل بيستهلك، لا نرجع نجدده، هيتفكك ويبقى موجود فيه اليومن، يرجع تاني ويدخل جوه السل. طب انتوا ملاحظين حاجه؟ ان الصوديوم هيكمل رحلته في السل ثم يروح للبلازما، والاتش سي او 3 يتحرك وراه. طب ما انا كونت صوديوم بايكار، هل يا ترى انا استفدت من القصه دي؟ فطالب قال لي لا. قلت له انت صح. ليه؟ الصوديوم بايكارب اللي نازل في اليومن، بص اللي بشاور عليه، هو اللي انا هرجعه للدم. انت استفدت ايه؟ هل يا ترى صوديوم بايكارب كونسنتريشن هيعلى عن الاول؟ تقول لي مش هيعلى. البايكارب من 22 ل 26 ملي اكويفالنت بير لتر، انا ما استفدتش حاجه. الموضوع ده عامل بالظبط زي واحد عنده فلوس حاططها في جيبه اليمين، شالها حطها في جيبه الشمال، زاد ايه؟ ما هم اللي معاك، انت ما استفدتش. يبقى اذا العنوان اللي لازم يتحط على القصه دي هو reabsorption of، خلي بالك بقى من الكلمه الجايه، already filtered sodium bicarb، إعادة امتصاص اللي نازل في الفلتر، رجعته للدم. بس ده كل اللي أنا عملته في الحكاية دي. قبل ما أجي أقول الحكاية التانية، سؤال لطلبة كتير، أنتم ليه عايزين تزودوا من كمية البايكارب بافر؟ علشان نواجه لاكتيك أسيد اللي طول الوقت عمال بيزيد كان ايروبيك ميتابوليزم. ما هو ما ينفعش يكون واحد بيهاجمنا واحنا كميتنا زي ما هي، لا الجيش لازم يتسلح. يبقى دي اول طريقة، يعني الطريقة دي مجرد حفاظ على اللي عندي. طيب نبص بقى على الطريقة التانية. الكيدني فكرت وقالت طب انا عايزة ازود الصوديوم بايكارب اللي في الدم. قلنا لها بس في الحالة دي لازم تغيري مصدر الصوديوم. يعني ايه؟ يعني لازم الصوديوم اللي نازل في اليومن ما يبقاش NaHCO3. قالت وهو ده اللي هيحصل في الديستال والكوليكتنج توبيول. سبحان الله، طبع البشر زي طبع جسمنا. يعني دايما الناس تلحق نفسها في النهايات قرب الامتحان، يلا بينا نذاكر ونلحق نفسنا وجداول مراجعة. نفس الكلام الكيدني عملته، قالت طب ما تيجي نلحق نفسنا في الديستال توبيول في النهايات، نلحق نفسنا ونزود من الصوديوم بايكارب بفر. حتى بص كتبت لك ايه، نيو بايكارب ان بلازما. تيجي نعمل جديد. نعمل جديد ازاي؟ هينزل في اليومين بقى، بص معايا، Na2HPO4. تقول لي يعني داي صوديوم 2 صوديوم
هيدروجين فوسفيت. حضرتك قلت لنا النهارده ان الاتنين صوديوم هيدروجين فوسفيت ده صوديوم الكالاين. ده الكالاين. ايه ده الكالاين؟ بمعنى ايه؟ بمعنى ان ده بفر مهم عندنا. ماشي. فال Na2HPO4 يتفكك الى Na فقط اهي، و NaHPO4 NaHPO4 يعني هو Na بس، وهنا هيكون المفروض نحط NaHPO4. ال Na بس داخل جوه السيل، والهيدروجين راح لليومن. الهيدروجين اللي دخل اليومن ها تفاعل مع NaHPO4. ركز معايا، H لوحده وHPO4 عندي كام H؟ تقول لي بقى H2PO4 ومعاهم Na، يعني Na داي هيدروجين فوسفيت. الداي هيدروجين ده بقى أسيدك، بقى صوديوم أسيد فوسفيت. إيه ده؟ صوديوم أسيد فوسفيت يا دكتور، ده كده في مشكلة، أنت هتقلل الـ pH اللي في اليومن. أقول لك آه، بس أنا مش قلقان. الـ pH هتقل، بس هي مش هتقل عن 4.5، بمعنى وما زال الهيدروجين سكريشن مستمر، لسه أنا قادر على التخلص من الهيدروجين أيون. فطالب قال لي يعني أنت عملت تايتريشن؟ قلت له آه. فاكر تايتريشن اللي خدناه زمان في المدرسة؟ تايتريشن معناها المعالجة، المكافأة. كان عندك الكالاين حولته إلى أسيدك، ده معنى تايتريش. لما نيجي في المعمل ويكون السوليوشن ده قلوي شوي، طب ما تيجي نحط عليه شوية أسيد نقلل البي اتش. هي دي الفكرة. طب إيه اللي أنا استفدته؟ بص بقى المرة دي الصوديوم اللي هيدخل جوه السل وبالتالي يتحرك للبلازما بالصوديوم بوتاسيوم بامب، مصدره جاي من صوديوم داي صوديوم هيدروجين فوسفيت من مصدر جديد، والبايكارب اللي هيبقى سكندري اكتيف ورا الصوديوم كمان مصدر جديد. قدرنا نزود الصوديوم بايكارب كميته في الدم، نزوده 20 ملي مول. ايه ده؟ ده احنا كده ابتدينا نزيد اهو، ولكن الزيادة مش كافية لسه لمواجهة العدو اللاكتيك أسيد. في لاكتيك أسيد هنا واقف مستنيك، مستني الصوديوم بايكارب. يا ترى كميته عالية هيحولني لويك أسيد وينتصر عليا ولا لأ؟ فالكيدني قالت القصة دي زودتنا شوية ولكن ما زالت أقل. خلي بالك القصة دي اسمها قصة التايتريشن، المكافأة أو بافرينج ويز فوسفيت. عرفت بقى ليه الفوسفيت بنشتغل عليه كبفر ومهم؟ كيدني استفادت من الفوسفيت اللي قاعد في اليومن في منتهى الخطورة. طيب فكيدني فكرت في القصة التالتة، قالت لأ بقى أنا لازم أزود الصوديوم بايكارب اللي هيتكون هنا في البلازما. طيب يا كيدني هتعملي ده ازاي؟ قالت بصوا، فاكرين فيديو البروكسيمال توبيول؟ اه، قلت لك الجلوتامين، فاكر جبت لك سهم من البلد وسهم من اليومن. الجلوتامين بيدخل جوه السل من مصدرين، وده امينو اسيد، يتحول بجلوتامينيز انزيم الى الجلوتاميت. خلي بالك، وفاكر بعد كده قلت لك يتحول لالفا كيتو جلوتاريت. طب مش هنكمل بقيه الرياكشن، انت عايز توصل ليه؟ انا كونت جلوتاميت زائد امونيا. خلي بالك من اللي هقوله دلوقتي، هتلاحظ ان في جزء منه تكرار. التكرار بيعلم شطار. ال NH3 او الامونيا لما سألنا دكاترة البايو قلنا لها طيب احنا مش عايزين الامونيا يبقى جوه
السل احنا عاوزينه يدخل في اليومن، يقدر؟ قالوا اه. السل هنا او البوردر ده الابيكال بوردر بيرميابل تو امونيا. هتقول لي طب وانت عاوز الامونيا تعدي ليه وتبقى في اليومن؟ هقول لك بقى، مصدر الصوديوم تغير. في الاول كان صوديوم بايكارب اللي نازل في الفلتر رجعته. القصة التانية اللي هو الصوديوم داي صوديوم هيدروجين فوسفيت. المصدر التالت للصوديوم بقى ان ايه سي ال. تقول استنى بقى، جه منين الان ايه سي ال ده؟ ايزوتونيك سوليوشن. فاكر الصوديوم كلورايد تركيزه 9% ده العادي، فالان ايه سي ال اللي في البلازما عادي نازل في الفلتر في البومن كبسول بروكسيمال توبيول وراح الى ديستال توبيول. انا بتكلم دلوقتي على ديستال توبيول، فبقى عندي صوديوم كلورايد. كارثه ليه؟ لان الان ايه كالعاده هيدخل جوه السل والهيدروجين يبقى مكانه. بص بقى الكارثه فين، ان الاتش ده هيتفاعل مع الكلورايد. ايه ده، معقوله؟ ويعمل HCl، وهنا كارثة محققة. جرس انذار الارم لينا، احنا مهددين بالوفاة. ليه؟ HCl بقى جوه اليومن ده سترونج اسيد، ويعني لا ده هيقلل البي اتش اقل من 4.5. ايه ده، ده الليميتنج بتاعي، لو قلت عنه يتوقف الهيدروجين سكريشن، وبالتالي الاتش بلس بدل ما يبقى هنا في السل هيزيد في البلازما. ولما يزيد ارجع لبدايه الفيديو، يعمل لي اسيدوزس يؤدي الى كوما وقد يؤدي للوفاه لو البي اتش قلت عن 6.8 او 6.8. شفت الخطوره جايه منين؟ فنعمل ايه؟ فالامونيا اتحركت حركه من الأعظم في التاريخ. الـ NH3 مسك في الـ HCl فبقى أمونيوم كلورايد، مسك في الهيدروجين أيون ده مبدئيا، فبقى NH4. ده أنا أقول مبدئيا لسه قبل الـ Cl. رجعنا تاني وسألنا دكاترة البايو سؤال، قلنا لهم طب الـ NH4 أمونيوم، هل ممكن من اليومن يرجع الى السل؟ قالوا مش ممكن. يعني انت ال NH3 تعمل ديفيوجن من السل الى اليومن وتتحبس جواها. عشان كده المراجع الكبيرة هتقول لك مصطلح رائع، ديفيوجن ترابينج. انا خليتك تنتشر واحبسك، زي بالظبط ادخلك جوه الأوضة واقفل عليك. ما هو ده مكانك، ده مكان معركتك، ده معركة الحياة. فال NH3 مع الهيدروجين بقى NH4، مع السيل فبقى أمونيوم كلورايد. علشان كده اليورين هيبقى ألكالاين. خلي بالك من الحكاية. تقول لي طب والصوديوم؟ يتحرك من السيل للبلازما عادي، صوديوم بوتاسيوم بامب، ويشد معاه بايكار. تقول لي طب ما هو زي فكرة البافرينج باي فوسفيت، القصة التانية بالظبط. لكن لما جينا حسبنا كمية الصوديوم بايكارب في الدم لقيناه زاد 500 ملي مول. ايه ده، ده زاد 25 ضعف الرقم اللي كان في القصة التانية بافرينج باي فوسفيت. الله عليك يا رب، ايه العظمه دي. الكدني اشتغلت بالثلاث طرق، وحتى تلاحظ لما جينا نعرض الطرق عرضناهم بفكره مبدئيه. الاول انا ما استفدتش، اللي عندي رجعته للدم. التاني حاجه استفدت تدريجيا 20 ملي مول. القصه الثالثه انا استفدت اكتر 500 ملي مول. عايز افكرك برحلة الأمونيا
اللي ذكرناها قبل كده، الأمونيا secreted في البروكسيمال توبيول ثم reabsorbed في اللوب اوف هينل ثم ترجع تاني تبقى secreted في الديستال توبيول، وده مسرح العمليات النهاردة، لان في صوديوم كلورايد هينزل هنا ويبقى في HCl هنا. عشان كده اعظم حاجة هو الامونيا. امونيا يشتغل كبفر عظيم. في اول فيديو عندي هنا في القناة قلت لك الامونيا act as a buffer. المعلومة دي في غاية الخطورة. طيب في نهاية هذا الفيديو عاوز افكرك بالعناوين الرئيسية اللي قلناها. اتكلمنا عن الهيدروجين ايون وعلاقته بالبي اتش والهيدروجين ايون كونسنتريشن، اتكلمنا عن خطورة البي اتش، عن يعني ايه سترونج اسيد وويك اسيد، اتكلمنا عن المصادر اوف هيدروجين ايون وكيفية مواجهتها 3 lines of defense. اول حاجة البفر وده يشتغل في ثواني، والاهم هو البايكارب. كلمنا على الهندرسون هاسلباخ ايكويشن والإفكتيفنس اوف البفر، يعتمد على حاجتين، على البي كي بتاعته قريبة او لا من البي اتش وكمية البفر. اتكلمنا عن البروتين كبفر، الايزوهايدريك برينسيبل، هيموجلوبين بفر، تقسيمة البفر جوه السل وبره السل. اتكلمنا على العنوان التاني ريسبيراتوري كنترول، دور اللنج في تنظيم الفولاتايل اسيدز، دور الكيدني في مواجهة الفيكسد اسيد ومعادلتها. الكيدني عندها دورين، هيدروجين سيكريشن، اتكلمنا على سكندري اكتف وبرايمري اكتف والخمسة فاكتورز افكتنج الهيدروجين سيكريشن، اتكلمنا عن البايكارب ري ابزوربشن بثلاث حكايات من اعظم ما يمكن، ري ابزوربشن اوف اوريدي فلترد بايكارب في البروكسيمال توبيول، بافرنج باي فوسفيت في الديستال توبيول، والقصه الثالثه امونيا بافر في الديستال توبيول. واضح ان قصتين من الثلاثه في الديستال، وده ماشي مع فكره الفاينل ادجستمنت. زي ما قلت لك قبل كده الكيدني بتنظم الشكل النهائي للأوزمولاريتي وحجم اليورين في النهايات، برضو بتلحقك في النهايات. دايما النهايات ليها موقع أو وقع عظيم جدا، زي في نهاية المباراة قدرنا نوصل لانتصار طعمها أفضل كثيرا من الانتصار من البداية. الفيديو القادم المحاضرة الـ13 رينال هنتكلم عن الأسيد بيز ديستربنس، هنتهم اللنج وهنتهم الكيدني وهنقول أسباب الاتهامات وإزاي نقدر نعوض، وهتكتشفوا حاجة غريبة قوي، المتهم وسبب المشكلة سواء اللنج أو الكيدني مش هو اللي هيعمل الكوركشن، اللي هيعمل الكوركشن هو الطرف الآخر. يعني لو اللنج المشكلة عندها السي او 2 زاد اللي هيصلح كدني، ولو الكدني مشكلة عندها الباي كارب هو اللي قل، ازاي اللنج هتقدر تعوض. هنحط مسائل مهمة جدا، فيديو القادم هيخليك دكتور شاطر، دكتور بطنة او دكتور رعاية مركزة، شاطر جدا، لان الكلام ده اساس الطب. الفيديو رقم 13 القادم. فيديو النهاردة كان بيزك اكاديميك بيز، وحنيجي نعمل ابليكيشنز للفيديو القادم. كان معاكم دكتور محمد فايز، اتمنى تكون محاضرة مفيدة ان شاء الله.